لم تذهب أصوات المطالب في ذقار هباء منثورة لكنها الناصرية التي تريد أحياء للحلول الفاعلة ما جعل الفترة الزمنية الماضية عدد سرعة لإنجاز تحقيقات في قضايا المحافظة ومشكلاتها يعلن رئيس مجلس الوزراء عن الاتفاق على محافظ جديد رسالة يقرأ على رأسها الكاظمي بمناشدة لأهل ذقار أن يضعوا أيديهم جميعا للنهوض بواقع المحافظة أناشد أهلي في العراق أن يتكاتفوا جميعا فبعد قرار مجلس النواب مشكور الموازنة علينا العمل بدعم مشاريع الخدمات والمشاريع المهمة التي تقدم الكثير للناس المحافظ الجديد أحمد الخفاجي الذي يأتي بعد أيام عصيبة مرت على أهل المحافظة وتطلعات شبابها وهنا الحديث المباشر عند هيئة النزاهة التي أصدرت أمر استقدام بحق محافظ ذيقار السابق بتهمة ممارسة الابتزاز المالي ما بين جديد وقديم اختلاف واضح فالخفاجي يتحدث بخطط شاملة للنهوض والتطوير في الجهة المقابلة يتعهد الكاظمي متابعة يومية لتفاصيل إعمال ذيقار بتخصيص مجلس استشاري في الناصرية يرتبط به مباشرة ومع المحافظ الجديد امام هذه المتغيرات التي توضع تحت مجهر المراقبه والتقييم من الاهالي لان يلمسوا حقائق في علاج مشكلات الخدمات الاساسيه والبنى التحتيه وقطاعات العمل والتوظيف كما حدث مؤخرا في ملف المحاضرين وغيرها من تفاصيل يوميه تدخل في حياه العراقي بايجاد حلول جذريه تنهي ازمه النصريه التي لم تهدا حتى اليوم